خريج اساسا معهد سلزيان دون بوسكو الايطالي من اكتر من 40 سنه. 40 سنه ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. بس طبعا كان اتخرجت من المعهد، خلصت الخدمه بتاعت الجيش، سافرت بره دوله عربيه، المملكه العربيه السعوديه. ايوه. اشتغلت هناك، اتجوزت، نزلت مصر، قعدت اشتغلت تاجر. وبعد كده عندي 4 اولاد ما شاء الله، علي ونريمان وفاطمه وعمر، اللي قريبه ليا يعني، او اللي في دماغها زي دماغي زي ما بيقولوا، وانا مسميها الكريزه بتاعتي نريمان. جينا لحد كانت هي دخلت سنه اولى ثانوي، فذاكرت معاها سنه اولى ثانوي. كنت بتذاكر لها يعني؟ لا 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 لا, لا, لا. انا دخلت معاها لان انا حاولت ان انا اخش اكمل جامعه، فقالوا لي مش هينفع، لازم الثانويه العامه، لازم تخش من الثانويه العامه. فطبعا جبت شهادتي الاعداديه، النجاح بتاع الاعداديه، ودخلت من سنه اولى ثانوي عادي. وحصل حتى مواقف يعني في الموضوع دوت، انا رايح اقدم المدرسه اللي انا كنت طالب فيها من اكتر من 45 سنه في الاعداديه، فوجئت انها بقت مدرسه ثانوي، فقدمت فيها على الثانوي، كانوا فاكرين ان انا ولي امر جاي اقدم، رايح يقدم ورق ابنه. طبعا فوجئوا طبعا بالموضوع دوت، لدرجه ان حتى في امتحان الثانويه العامه المراقبين نفسهم، طبعا الطلبه كلهم اولاد صغيرين يعني زي اولادي طبعا، فانا قاعد في وسطهم، المراقبين كانوا فاكرين ان انا زميل ليهم يعني، لدرجه ان في مراقب من المراقبين جه قاعد جنبي قال لي حضرتك زميل معانا وبتاع، وانت فانت بعاني مدرسه بيتعرف عليا، بتراقب على الطلبه. بتراقب على الطلبه. قلت له حضرتك، قال لي امال ايه؟ قلت له حضرتك انا طالب عندك هنا امتحان. فطبعا الراجل يعني زي ما تقولي اندهش. بس كمدرسه بتاخدها انتساب برضو، مش بتحضر حاجه. لا انتساب، كنت بروح على الامتحان وبشتغل شغلي عادي، وبروح على الامتحان. يعني بس اولى ثانوي وثانيه وكده، ده فيهم اعمال سنه وفيهم واجبات. لا انا كنت مقدم منازل. منازل. فالمنازل دي انت بتروحي على الامتحان على طول. فطبعا جبت مجموعه في الثانويه العامه 63.5. فانا كنت عايز اخش كليه حقوق. فحصل ظروف كده عندي، طبعا بنتي نريمان هي علم علوم. وهي كانت عايزه تخش شرطه، فالمهم دخلت دخلت جامعه حلوان، كليه خدمه اجتماعيه، عشان في تخصص عندها يأهلها ان هي ممكن بعد كده تبقى ضابط متخصص. اوكي. فيعني فعشان كده انا ماشي معاها. نريمان شجعتني. حتى انا قلت قبل كده، قلت لهم يعني انا بديكوا دروس، انا باخدش دروس. يعني حتى الثانويه العامه كلها ذاكرتها من كتاب الوزاره. يعني ما خدتش درس. اللهم حضرتك برضو بقى ما جبتش مجموع 63%. 63.5 حضرتك على اللي انا فيه. بس انت مشغول برضو، خلي يعني وكنت ناوي ان انا اخش حقوق، بس طبعا ما حاولتش تعيد السنه؟ لا مفيش اعاده. مفيش حضرتك السنة، طالما نجحتي حتى لو جايبه 50% مفيش اعاده، حتى من المنازل ما تقدرش تعيد. مفيش اعاده خلاص.